نتواجد في هذا الاثناء على مستوى مؤسسه ايا لوكوس للتعليم الخصوصي، وكنستضيفوا السي احمد الرحالي مدير المؤسسه المدير العام للمؤسسه. استاذ، هذا النشاط فاش في الاطار كيجي اللي كتنظموا اليوم؟ النشاط هذا كيندرج في الاطار الاسبوع الثقافي السادس اللي كتنظم المؤسسه، وهذا نشاط سنوي كتقوم به المؤسسه سنويا. يعني كيجي دائما كيجي كيصادف شهر ماي. هذا العام هذا حاولنا اننا يكون الاسبوع الثقافي اللي كيصادف الميلاد ديال ولي العهد، فحاولنا نحتفلوا بالنشاطين معا، الاسبوع الثقافي ديالنا والاحتفاء بولي العهد. كنشوف هذا النشاط هذا العام هذا مختلف على مستوى المعارض اللي كنشوفوا حاليا وهذا الرواق اللي درتوه هنا. فحاولنا اننا نحاكيو التراث المغربي يعني بالشكل ديالو اللي كنعرفوه حنا كاملين، فحاولنا اننا نحيو التراث المغربي. فلاحظتي اننا كاينة امور اللي هي الامداد ديال المؤسسه ربما كيشوفوها غير في بعض المسلسلات، فبغينا نشوفوها على ارض الواقع. فربما كتشوف انت كاين هنايا فورم، كاين اللي هو ربما كاين التلامذه اللي هما شافوه، كاين بئر اللي حاولنا اننا نقربوا الصوره للتلميذ. فما نبقاوش دائما ديك المساله مرتبطه فقط بالمقرر، هذا هو الهدف منه. وتكلمنا شويه على الاسبوع الثقافي، برنامج ديالك تقريبا. فالاسبوع الثقافي كيشمل مجموعه ديال الانشطه، كتكون فيها غتكون فيها زيارات، غتكون فيها صبحيه ديال البهلوان، غتكون فيها الحكواتي اللي غادي يجي حتى هو غادي كيحاكي ما التراث المغربي. غادي يكون فيها زياره للاذاعه الوطنيه، غتكون فيها الحفل الاختتامي اللي غادي يشمل مجموعه ديال المسرحيات والاناشيد ومجموعه ديال الفولكلور المغربي، يعني ديال الاخر ديال الفولكلور المغربي. فالانشطه عديده صراحه. ما شكرا عليك، اذا كنشكرك سي احمد على هاد التوضيحات. شكرا.